ذكر عظيم جدا جدا يسمونه بعض العلماء كنز السنة النبوية، من عظم قدر أو ثواب هذا الذكر. هذا الذكر يعدل في الميزان يوم القيامة، يعدل في الميزان يوم القيامة ذكرك الله سبحانه وتعالى، بل يفوق ذكرك الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة لا تفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولا لحظات واحدة. لأنك لو ذكرت الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة لم تفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة لم تحصل ثواب هذا الذكر مرة واحدة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد أحرك شفتي، فقال لي: ما تعمل يا أبا أمامة؟ قلت: أذكر الله يا رسول الله. قال: أفأعلمك ذكرا أفضل لك من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ تفقه في هذا الحديث، أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل. قلت: ولا يا رسول الله. قال: أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ثم تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء كل شيء. ثم تقول: الله أكبر مثل ذلك. ثم تقول: لا إله إلا الله مثل ذلك. شو هذا الثواب العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل. لأنك إذا وصلت الليل بالنهار، الليل بالنهار والنهار بالليل، لم تحصل هذا الثواب مرة واحدة. يبقى الذي يعرف هذا الذكر ويقصر فيه ماذا يخسر يوم القيامة من الثواب العظيم؟ لذلك سماه بعض العلماء أنه كنز السنة النبوية، لأنه يعني يفوق ذكرك الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة. تتصور معي يا اخي المؤمن، لو انك قلت: سبحان الله عدد ما خلق، طبعا تقول هذا الذكر بالصيغه التي علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه لا ينطق، اوتي جوامع الكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، اوتي جوامع الكلم ولا ينطق على الهوى، ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فانما يذكر هذا الذكر بهذه الطريقه وبهذه الالفاظ هو يعلم انه يفوق ذكرك الله 24 ساعه، فتلتزم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل معي لو انك قلت: سبحان الله عدد ما خلق، كم حسن تحصلها؟ سبحان الله عدد ما خلق، تاخذ حسنات بقدر عدد خلق الله سبحانه وتعالى. وكم نخله او شجره تغرس لك في الجنه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والاكبر، هذه الاذكار هي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، سوره الكهف. وهذه غراس الجنه. لو تقول: سبحان الله عدد ما خلق، يغرز لك أشجار بعد خلق الله، الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة في الجنة، النخلة الواحدة سيقانها من ذهب، فروعها من الزبرجد والياقوت والمرجان، أوراقها أعرض أو أكبر من أذان الفيلة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يبلغ آخرها، فيها من الثمر لو أكل منه أهل المشرق والمغرب لأوسعهم، كما جاء في الحديث. أتزود كم يعني كم أزدت كم زدت في ميراثك في الجنة، يسير الراكب في ظلها 100 عام بالغرب، دي شجرة واحدة. شوف بقى أي عدد من الشجر ستغرسه بهذا الذكر العظيم، أي ثواب ستحصله، كم حسنة ستحصلها، ملايين مليارات الحسنات، مليارات مليارات الحسنات. لأن سبحان الله عدد خلق، سبحان الله مرة واحدة تأخذ بها حسنة، والحسنة بعشرة والله يضاعف لمن يشاء. قلت: سبحان الله عدد خلق، سبحان الله ملء خلق، كم حسنة ستحصلها؟ لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل. لذلك أحرى بنا والخاسر المحروم الذي يعلم هذا الذكر ويفرط فيه، هو يعلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي: عرفت فالزم. الإنسان إذا عرف يجب عليه أن يلتزم الثواب العظيم ولا يترك هذا، لأنك ستندم أشد الندم يوم القيامة عليه. أنا هكتب حضراتكم هذا الذكر تحت الفيديو، يا ريت تحفظوه، هو سهل جدا، بس سبحان الله الأولانية. حفظ سبحان الله، هتشيل سبحان الله تحط مكان الحمد لله، بعدين تحط تشيل الحمد لله تحط الله اكبر، تشيل الله اكبر تحط لا اله الا الله. وعبد الصالحين يقول هذا الذكر
خمس وعشر مرات واكثر، يحصل ثوابا عظيما جدا جدا. فانا هكتبه لكم، يا ريت تنسخوا تنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر هذا العلم في ثواب عظيم، ومن علم علما فانه اجر من عمل به الى يوم القيامه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. اقول قولي هذا، استغفر الله.